رجعت لكم فيديو جديد. انا روان واهلا وسهلا بكم في قناتي. فيديو اليوم حيكون عبارة عن روتين الدراسة اليوم الجمعة، حتشوفوا ايش حسوي فخليكم معايا. في هذا الوقت كانت الساعة 4 العصر، فقررت اني اقعد اذاكر للمادة اللي ذاكرتها امس كمان معاكم. رجعت لكم. طبعا ليلة الدنيا ويعني الساعة الحين تقريبا 7 بعد المغرب. الحمد لله خلصت الجزئية اللي كنت ابغى اذاكرها، الحين عندي واجب حقعد اشتغل عليه معاكم. خليكم معايا. سويت لي شاي وكمان سويت لي الحلا اللي سويته امس. هنا جلست اشتغل على الواجب اللي عندي زي ما قلت لكم، والحمد لله خلصته. بس وبكذا يكون خلص الفيديو حق اليوم. فيديو خفيف ولطيف، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوا تسووا لايك وتشتركوا في القناة وتشاركوا الفيديو مع احبابكم. اشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.